أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، فيديو جديد ونموذج جديد من نماذج تحدي الأعاقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة، قوة إرادتهم وقوة عزيمتهم بيثبتوا لنا كل يوم إن هما قد التحدي، قد تحدي كل الصعوبات وكل الأعاقات. بإرادة قوية بيعيش حياتهم بابتسامة لطيفة بيستمتعوا بيها. أحد أصدقائنا من ذوي الإرادة أصيبت في حادث، فقدت أحس قياها بالكامل، ولكنها بقوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تحدي كل الإعاقات وكل الصعاب. بإرادة قوية وعلى ساق واحدة بتعيش حياتها، حياة سعيدة مليانة أمل وتفاؤل وعزيمة وإصرار. قوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تحويل الإعاقة لطاقة، قدرت تكون نموذج ملهم لكل الأشخاص ذوي الإعاقة. بتثبت لنا إن الحياة مستمرة بآلامها وصعوباتها وضغوطاتها، إنها ممكن تعيش حياتها حياة سعيدة حتى لو كان على ساق واحد. الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليست إعاقة جسد، وإن مهما اختلفت الإعاقات والصعوبات اللي بيقابلها أصدقائنا ذوي الإرادة فهم قادرون باختلافها.